اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي قد حكم في رفض وخرج في الغرب واتق الله في الحوائج وتنال في رمائك وغسل حالك وستر الله في وجهك الكريم وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا يا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله يا بديع يا الله يا Allah.